حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من بروكسل نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الكيماوي السوري. سيد نضال مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعت معنا التقرير يتحدث عن المخاوف من احتمالية تنفيذ داعش لضربات كيماوية، قصف كيماوي أو استخدامه الكيماوي في المعركة الكبرى معركة الرقة. داعش يحتفظ إذن بحسب التقرير بأسلحة كيماوية لاستخدامها. ما مدى امتلاك التنظيم فعلا لهذا المخزون؟ ما حجم المخزون الذي يمكن أن يكون متوفرا الآن بأيدي داعش بحسب توثيقاتكم والتقارير؟ مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين. في الحقيقة هي طبعا استخدم تنظيم داعش السلاح الكيميائي، استخدم مادة الخردل في آب عام 2015 على مارع في ريف حلب، وأيضا كان هناك استخدام آخر مؤخرا في قرية أم الحوش التابعة أيضا لحلب طبعا في سبتمبر عام 2016. اليوم استخدام هذا السلاح يعود طبعا لأجندات معينة. اليوم استخدام هذا السلاح يأتي فقط عندما تلجأ الفرق الدولية للتحقيق بشأن استخدامات أخرى. طبعا كان هناك استخدام لمادة الخردل في مارع أثناء وجود الفرق الدولية للتحقيق بشأن الاستهدافات التي شهدناها في إدلب مؤخرا، وأيضا اليوم طبعا يلجأ التنظيم بشكل مستمر إلى استخدام هذه الأسلحة للتغطية على انتهاكات أخرى طبعا رأيناها في مناطق أخرى. طيب، لكن ما مدى المخزون المتوفر حاليا بيد داعش؟ هل من تقارير تحدثت عن حجم المخزون، عن مدى إمكانية فعلا داعش باستخدام السلاح في الرقة الآن؟ في الحقيقة أنا قرأت تقرير المرصد السوري، لكن لا يوجد هناك أي إشارات واضحة للتمكن من معرفة المخزون الذي يمتلكه تنظيم داعش أو المواد الأولية التي يعمل عليها أو يمتلكها لتصنيع هذه الأنواع من الصواريخ التي تلقى على المناطق المستهدفة. طيب توثيقاتكم، طيب يعني ليس واضحا المخزون حتى من خلال مكتبكم ربما عن هذا المخزون المتوفر في أيدي داعش، من خلال توثيقاتكم في المكتب العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الكيماوي، إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا إلى استخدام داعش للأسلحة الكيماوية في المعارك، متى يستخدمها بالتحديد وفي أي من المعارك استخدمها في اللحظات الأخيرة أو ربما كإجراءات أو محاولات تخبط أخيرة في المعارك؟ طبعا انا حسب ما رايت يعني من خلال السنوات الاخيره والعمل على توثيق استخدام الاسلحه الكيميائيه مع الفرق الدوليه المعنيه، رايت بان استخدام السلاح الكيميائي من قبل تنظيم داعش طبعا ياتي عندما تقوم او يكون هناك اشارات من منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه للتحقيق والتفتيش باستخدامات في مناطق اخرى. حينها يلجأ تنظيم داعش لاستخدام المواد المحظوره، وكان اول استخدام له هو ماده الخردل التي ضربت مدينه مارع وايضا اوقعت بضحايا. اليوم استخدام هذه الماده كان اثناء وجود الفرق الدوليه المعنيه بالتفتيش والتحقيق، وايضا لجأ تنظيم داعش لاستخدام ماده الخردل ايضا على قريه ام حوش وايضا في مناطق اخرى استخدم بعض الاسلحه الكيميائيه. لكن أنا ما أراه بأن استمرار هذا الاستخدام من قبل تنظيم داعش يأتي طبعا لطمس الحقائق وتحويل النظر الدولي عن الجريمة الحقيقية التي تقع في مناطق أخرى. اليوم تنظيم داعش يستخدم برأينا الشخصي، اليوم برأيي الشخصي اليوم تنظيم داعش يستخدم فقط لطمس معالم الجرائم التي طيب. والانتهاكات التي نراها في مناطق أخرى. لكن دعنا في موضوع امتلاكه للسلاح الكيماوي وإمكانية استخدامه سيد نضال في هذه المعركة في معركة الرقة. ذكرت بأنه لجأ إلى الخردل، لجأ إلى غازات سامة في معارك سابقة. الترجيحات الآن تقول ماذا فيما يخص نوع السلاح الكيماوي الذي يمكن أن يستخدمه في الرقة؟ هو يعتمد على طبعا تحضير نوع هذا السلاح وسهوله تحضيره او سهوله استملاكه، او انا لا استطيع ان اطرح معلومات غير موثق منها او غير واثق منها. اليوم طيب. انا اتحدث عن استخدام للاسلحه الكيميائيه، ويجب توضيح كافه معالم هذا الاستخدام بعد اللجوء للتحقيقات واستخدام المواد للمخابر التي تعطي النتيجه طبعا
لطرح وتوضيح المبادئ المستخدمة. طيب في انتظار أنه توفر تقارير أخرى عن إمكانية ربما نوع السلاح والمخزون المتوفر الآن في يد داعش. أشكرك على هذه المداخلة معنا نضال الشيخاني مسؤول علاقات الخارجية في مكتب توثيق الكيماوي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من بروكسل. شكرا جزيلا لك.